que fez? رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى في كيفاش باش نبينوا لكم شنو صفة المتعامل الاقتصادي وشنو الامتيازات الممنوحة في الصدد هذايا. صفة المتعامل الاقتصادي هي صفة تمنح لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية وتمارس نشاط يرتبط بالتجارة الخارجية ولا اللوجستية وتكون محل ثقة لدى الإدارة العامة للديوانة وتتوفر فيها جملة من الشروط. فتحظى بالامتيازات الممنوحة اللي هي الرفع الفوري للبضائع دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصريح مبسطة أو تصريح مفصلة توجه آليا إلى المسلك الأخضر وربط كل العمليات الديوانية للمؤسسة بمكتب وحيد يسمى مكتب الديوانة التونسية وأيضا الانتفاع بصفة المصدر المعتمد أكثر تفاصيل نجم تلقاوها على الموقع موقع الديوانة اللي هم صفة المتعامل الاقتصادي بالأساس مواصلين معكم في شارع تونسي حتى للحديث من بعد بعد فصل صغير يكون موعد فيه كلام مسؤول ونواصلوا رصدنا لكل المبادرات اللي تدعم القضية الفلسطينية